وصف جلالة الملك عبد الله الثاني منطقة أم قيس بأنها من أجمل المناطق بالأردن، ووجه جلالته بضرورة تشجيع السياحة إليها بما ينعكس إيجاباً على المنطقة وأهلها. هذا وتستعد وزارة السياحة لإعادة تأهيل منطقة أم قيس الأثرية الزاخرة بالكنائس القديمة لربطها بكافة المواقع الأثرية والتراثية في المحافظات الأردنية. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي. وصف جلالة الملك عبد الله الثاني منطقة أم قيس بأنها من أجمل المناطق بالأردن، ودعا جلالته خلال زيارة قام بها للمنطقة رافقه فيها سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد إلى ضرورة الاهتمام بها والاستفادة من المعالم التاريخية والأثرية التي تتمتع بها. تعتبر بلدة أم قيس الواقعة شمال المملكة من المناطق التاريخية والأثرية العريقة، وهي تعود للعصرين اليوناني والروماني. تبلغ مساحتها 550 دونما وتطل على مناطق واسعة، مما يجعل منها بقعة ذات جمال أخاذ ينقل الزائر إلى عالم من السحر والخيال. أطلق عليها القدماء اسم جدارة، وورد ذكرها في الكتاب المقدس. في عام 63 قبل الميلاد ضم القائد الروماني بومبي مدينة جدارة إلى المدن الرومانية العشر، وتقديرا لجهود هيرودس العظيم قامت روما بمنحه هذه المدينة التي حكمها حتى مماته. وصلت المدينة قمة ازدهارها في القرن الثاني الميلادي، حيث انتشرت فيها الشوارع المبلطة والهياكل والمسارح والحمامات، وصار جوها يعبق بالثقافات المتعددة، فجذبت إليها الكتاب والفلاسفة والشعراء والفنانين والأكاديميين. انتشرت المسيحية بين سكان جدارة ابتداء من القرن الرابع الميلادي، وفيها كنيسة مشرفة على بحيرة طبرية تعود إلى العهد البيزنطي، وهناك ساحة عامة حول الكنيسة ومجموعة من الأعمدة أخذت من أحد المعابد لدعم سقف الكنيسة المركزية. يوجد مسرحان في جدارة، وهناك بقايا المسرح الشمالي وهو أكبر المسارح، ويقع على رأس تلة بجانب المتحف، وقد بني من حجر البازلت الأسود، ويعود تاريخ هذا المسرح إلى القرنين الأول والثاني بعد الميلاد. وفي الجهة المقابلة للمسرح يقع الشارع المبلط، والذي يرجح أنه كان المركز التجاري للمدينة. وبالقرب من مسرح البازلت الأسود توجد الشرفة المعبدة والمبلطة التي توجد فيها ساحة للكنيسة الرئيسية. وإلى غرب الفسحة التابعة للمسرح يوجد مجمع للحمامات وقبور تحت الأرض تعود إلى العهد الروماني، بالإضافة إلى كنيسة تعود إلى العهد البيزنطي. كما توجد شرفة مدعومة بأبنية مقنطرة كانت تستعمل كدكاكين خلال الأزمنة الرومانية. يمكن مشاهدة آثار في أم قيس لمجمع حمامات يعود إلى القرن الرابع الميلادي، وهي حمامات رومانية تقليدية فيها غرف تحتوي على الماء الساخن والدافئ والبارد. وعلى بعد حوالي 500 متر من الحمامات الرومانية تستطيع أن تجد نصبا تذكاريا رومانيا تحت الأرض، وقد تمت المحافظة عليه بعناية فائقة، كما اكتشفت مؤخرا كنيسة كبيرة لها 5 ممرات فوق النصب التذكاري.